يلا يا اسراء عندي. قللت لقيت انستينا، قللت لقيت انستينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم متابعي قناتنا قناه ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم. النهارده في حلقتنا هيكون عندنا مفاجاه رائعه جدا، صوت غنائي قوي، ولو انها طبعا هي مش مطربه بس، هتكون معانا النهارده المطربه والفنانه والممثله اسراء حلمي. بنرحب باسراء وبنقول لها اهلا وسهلا بيكي يا اسراء. اهلا بيكي ياسمين، اهلا، منورانا في حلقتنا النهارده، وانا مبسوطه ان انا معاكي قوي. ربنا يخليكي. اسراء موهبه رائعه جدا، وهنشوف طبعا مع بعض موهبتها الرائعه، وهنتعرف الاول باسراء. قدمي لنا نفسك بقى يا اسراء. انا اسراء حامد، خريجه المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل واخراج، ما شاء الله. اتخرجت 2020. بعمل عرض اخر حاجه يعني بعملها دلوقتي، عرض جيمو، مختلف، حاجة مختلفة عن اللي قدمتها قبل كده في عروض البيت الفني كلها، لأني أول مرة أشتغل حاجة زاوية هامة، أول مرة أبقى في قصد زاوية هامة، فدي حاجة أنا فخورة بيها، بيدوني قوة، بيدوني روح، بحس معاهم بجد إن أنا يعني بالأمل بصراحة جدا. فدي حاجة مبسوطة وفخورة إن أنا في عرض شبه ده. بس ده بالنسبة للعرض المسرحي. طيب دورك في العرض ايه؟ ممكن تكلمينا عن دورك؟ دوري عامله دور ترند، هو حلم كل شاب، بمعنى اني في العرض يعني هل الشاب هيوصل لحلمه؟ طب ولو وصل لحلمه هيستغل حلمه ازاي؟ وبعد ما يوصل لحلمه هيكون فعلا حقق اللي هو عايزه، ولا هيبقى لسه عايز حاجات تانية؟ انا عامله دور ترند، دور الحلم. وبنسأل بقى السؤال في العرض بقى، هل الشاب فعلا هيوصل لحلمه، أو الشباب عموما هتوصل لأحلامها؟ وهل بعد ما توصل لأحلامها وصلتلها أو ما وصلتلهاش، هتبقى محتاجة حاجة تانية أو حلم تاني ولا لا؟ بالظبط. ودي رسالة عايزة توصليها لكل الشباب، إن أكيد طبعا لما الشاب بيوصل للحلم بيتولد منه حلم تاني. بالظبط، وده اللي عايزين تقولوه النهارده. ده اللي عايزه اقوله. وبيشارك معاكي طبعا النهارده ابطال رائعين جدا. دامي في المسرحيه بطل كريم الحسيني، يعني ده حد 10 سنين، وكمان هو فنان قديم كمان، بيوصل من هو صغير، وخريج برضو المعهد زيي، مع بعضينا احنا الاثنين في العرض، يعني حاجه قصد رائع طبعا، من اول لاخر قصد رائع. والمخرج محمد العشري، وكل الناس اللي معاها. الحقيقه النهارده اتعرفنا بناس جميله جدا، وناس فعلا عندهم الموهبه، ومنهم اسراء طبعا. اسراء، انت خريجه المعهد العالي للفنون المسرحيه، كلمينا عن دراستك شويه. قعدت انا داخله من الثانويه العامه، مش داخله من المؤهلات، مع اني جنب المعهد خدت لسانس حقوق، يعني ما شاء الله. ده حقيقي، خدت الاثنين، اتخرجت لسانس حقوق بكالوريوس الفنون المسرحيه الاثنين في 2020. درست في المعهد كل حاجه تخص الفن، وعرفت اهم حاجه في المعهد بقى، ان الفن هو اهم حاجه، اللي هو هي قوة ناعمة اللي بتوصل كل يعني اي رساله للشعوب، عايزه يعني تكون مفاهيم معينه جوه يعني المجتمع، عايزه تتكلمي في اي حاجه مثلا توصليها تتكلمي عن الارهاب، يقدر الوطن يتغير لو وصلتيه بقوة ناعمة خلال الفن، تقدري تتكلمي في كل حاجه ممكن تغير شعوب عن طريق الفن. فدي اهم المجتمع بدايه من الفن. بالظبط، تبدأي من أول خطوة بالفن، وتقدمي الرسائل بقى اللي انت عايزة تقوليها عشان تساعدي في بناء مجتمع يعني يكون كويس جدا. صالحه اصلا الكون عامه دي، لما صالحه لكل عنف او كل حاجه متطرفه، هي تقدر تغيرها. فعلا الفن رساله طبعا، وده اهم شيء، علشان كده الفن لما بيقدم رساله بيعيش، سواء كان مسرح، تلفزيون، سينما، حتى الأغاني. يعني فعلا الفن شيء جميل طبعا، ومعنا فنانة النهاردة رائعة جدا، معنا إسراء النهاردة، هنتعرف طبعا على موهبتها. وكل ده أنا بشوقكم طبعا علشان هتسمعوا صوت قوي جدا في الأغاني القديمة والجديدة. احنا قبل طبعا ما نتصور سمعناها، بصراحة ما كناش عايزين ان هي تخلص معنا الأغاني، مش عايزة اصور، انا عايزة اسمع إسراء بس، لان صوتها رائع جدا حقيقة. والله ياسمين انا ما بقولش لحد ان انا بغني، انا بقول ان انا بمثل، انت اللي بتغني بغني. احنا
افتكريكي لما شفنا البروفا بتاعت ايوه المسرحيه، مسرحيه مغامرات جيمو مع انا كريم بغني في العقل. الفخراني. فالحقيقه الكاست اللي معايا كلهم قالوا ايه الصوت الرائع ده، ايه والله الحقيقه ليكي مستقبل جميل، وانا سعيده طبعا بلقائي معاك النهارده. والله العظيم انا اسعد كتير ربنا بجد يخليكي. بجد. قدمتي ايه قبل كده؟ كلمينا عن ايه العروض اللي قدمتيها. عملت عروض بتفني كتير للمسرح، عملت عرض شهد الصبار كان بيتكلم عن العنف والتطرف في الارهاب. حاليا انا في ورشه استاذ خالد جلال. ما شاء الله. قبل الورشه كمان طلعت منتدى شباب العالم، عملت اول عرض عن جائحه كورونا برضو اخراج استاذ خالد جلال قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اه اتفرج طبعا بنفسه طبعا. عن العرض. فدي حاجة من اللي أنا عملتها في المسرح. عملت ميديا، عملت مسلسل إيجار قديم، كنت عاملة دور هاجر صديقة بسمة داوود، وكان المسلسل بطولة شريف منير محمد طبعا الترنوبي وصلاح عبد الله. طبعا مسلسل جميل، أيوه وانت كمان اجمل، حبيبتي وليكي مستقبل ان شاء الله، واحنا بنحب الناس الجميله اللي زيك اللي بيكون عندهم موهبه، ومش موهبه بس، كمان رساله، وده اهم شيء. طبعا 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 انت منورانا النهارده، مش بنورك. هشوق بقى الناس اللي معايا اكتر من كده، عايزه اسمع منك اغنيه كده طيب ماشي، بطريقه بقى على ذوقك، ولا تقوليها من اللي احنا اخترناهم قبل التصوير؟ نقول من اللي احنا اخترناه. صوتها رائع. هنبدا بقى بالسيده الجميله ام كلثوم الله يرحمها، هتغني لنا اسراء اغنيه ليها. يلا بينا. يلا يا اسراء غني. قللت لقيت انستينا، يا ليلة العيد أنستينا. رحنا له غنينا هلاله هلل علينا، فرحنا له غنينا. ليكي صوتك جميل، ومش هنشبع بصراحة، لو يعني مش هنسمع حاجة النهاردة غير الأغاني الجميلة بتاعتك. حبيبتي ياسمين، طب إيه أكتر أغنية بتحبيها لأم كلثوم؟ أم كلثوم لا غني كتير، ممكن الليل وسماه، هي ألف ليلة وليلة، كمان كتير حاجات كتير. ما شاء الله. شكرا. مين فكرني؟ طب مين أكتر مطرب بتحبيه من مطربين مطروب الزمن الجميل؟ أم كلثوم طبعا طبعا طبعا، لا يعلى عليها. يليها عبد الوهاب، ويليها عبد الحليم حافظ، بعد كده بقى كل الناس الحلوة اللي افتقدناهم، طبعا ولكن إن شاء بين الله على اللي صدري. جاي إن شاء الله هيبقى أحسن بناس جميلة زيك. طيب الأغاني بقى المعاصرة دلوقتي، بتحبي مين من الأغاني المعاصرة، ولا أختار على ذوقي؟ اختاري على ذوقك. طيب أنا عن نفسي بحب أصالة جدا جدا، تعالي أصالة. وبحب أغنية أكتر، ممكن تقدمها لنا النهاردة مع حاضر. إنها صعبة، لا لكن أنا شايفة إن طبقات صوتك ما شاء الله عليكي هتقدري إن أنت تقدميها بشكل حبيبي رائع. والله ما شاء الله عليكي، انتي ان انتي كده ذكية جدا. ربنا يخليك، اتفضلي. ماشي. اكتر من اللي انا بحلم بيه، مش قادر اخبي انا تاني عليه، ده انا من اول ما قابلت عيني ناداني. حياتي وعمري اللي انا عايشاه اجمل واصعب، قولت يسيبني واحس ان انا وياه ثواني. ودريت على قلبي وتمنيت قلبك يجيني ويقول كل اللي حاسس بيه. وهو بان الشوق عليا وبان، وهو كل شيء بأوان، قال ايه هخبي عليه. رائعة جدا، حلوة، صوتك جميل. طيب هسألك سؤال بقى، انت تحبي تكملي في مجال الطرب بس،
ولا في مجال التمثيل ولا الاتنين مع بعض؟ قولي. بصراحة يعني أنا لما درست معهد فنون مسرحية وحسيت إني الموهبة استقالت بدراسة، فقلت أنا هكمل كممثلة. بفرح قوي بقى لما بكمل كممثلة وأغني في العروض، أغني في أعمالي، بتبقى حاجة، بتبقى عشان بحس تقدري إن أنا تظهري موهبتك بالظبط، بالظبط يعني. فدي حاجة مش هقدر زي أستغنى ما عنهم سمعناكي الاتنين. وشفناكي النهارده. الله، أنا مبسوطة قوي إن أنا معاكي النهاردة ربنا أصلا. يخليكي، انا والله بجد مبسوطه اني اتعرفت بيكي النهارده، وشفت صوت رائع، وشفت ممثله جميله وموهبه رائعه الحقيقه. حبيبتي ياسمين، يا رب ربنا معاكي يخليكي يا يا رب رب. حقيقي. حلمك ايه بقى ان شاء الله للفتره اللي جايه، وعايزه تبني اسرع حلمي ازاي؟ انا هفضل يعني الحمد لله يا رب، حلمي ان انا لما افضل في التمثيل ولما امثل حاجه يكون ليها رساله. مش أكيد عايزه حاجه تبقى كده هباء او عمل ملوش معنى، لازم يبقى ليه معنى ولازم يبقى ليه رساله. علشان حتى ان يبقى مهمتي اصلا في طبعا. الدنيا ان لازم يبقى فيه رساله، أكيد طبعا والفن عموما رساله، الفن هو اللي بيرقي العقول رسالة يعني. سامية فعلا، والفن اللي ملوش رسالة بيكون فن بلا هدف طبعا وما بيعيش. طبعا أكيد في الأول والآخر الأصالة شيء مهم جدا في أي عمل أي إنسان بيقدمه، سواء فن أو في أي مجال من المجالات. صح، صح، جدا متفقين جدا على جدا الحتة دي. جدا. طبعا أنا سعيدة جدا بلقائي معاك النهاردة، أسعد وعام 23 إن شاء الله شايفاه إزاي الإسراء حلمي أنا والله، دي بتاعت ربنا يعني، ما بحبش إن شاء أقول، الله. بس أنتي تخيلي بقى وأحلمي، وإن شاء الله بتمنى ربنا يحقق حلمك مع المثابرة طبعا والجهد رب العالمين. والله بتمنى الثبات، إن الثبات شاء على الله الفكر ما يتغيرش. إن شاء الله. بتمنى مصر يعني والدولة اللي احنا فيها تفضل دايما بسلام وتفضل دايما آمنة. وبتمنى حاجة بقى شخصية لنفسي، ان الواحد يعني هو يبتدي يشتغل حاجات حلوة اشتغل ويبتدي. حاجات أحلى، والسنة الجاية كمان هنشوف لك أعمال كويسة إن يا شاء الله. رب العالمين إن تسلميلي شاء يا الله رب، يا إسراء، من أنا بقك مبسوطة لباب جدا. السماء لا إن ياسمين. شاء الله، أنا بصراحة النهاردة مبسوطة جدا حبيبتي إن أنا والله قابلتك، وموهبة رائعة فعلا. وعايزاكم طبعا تكتبوا لي رأيكم في التعليقات في صوت إسراء، وطبعا يعني أكيد هنعرض جزء طبعا من حلقات إسراء إن شاء الله، من مشاهد لإسراء، ونتمنى نشوفها إن شاء الله في مكان أكبر وأكبر، لأن بالفعل الحلم ملوش حدود، خصوصا مع إنسانة موهوبة وعندها أمل إن شاء الله. انتي كمان يا رب يعني، ربنا ان شاء يخليك الله يا رب، تأمني يا رب ربنا العالمين اكتر يخليك. واكتر وتوصلي لاكتر. أنا سعيدة سعيدة إن أنا عرفتك النهاردة وإن أنا شفتك، وإن شاء الله هنتابعك دايما. حبيبتي ربنا ياسمين، يا رب يخليك، دايما تحققي كل احلامك. ربنا يخليك يا أسرة. مبسوطه ان انا متشكرة معاكي جدا قوي على النهارده. اللقاء ده، انا ولو كمان إن طبعا مش هنشبع من إسراء، هي ما حبيبتي تشبعش منها بالفعل، يعني دمها خفيف كمان فوق كل ده، وإنسانة جميلة. حبيبتي بشكرك ياسمين، جدا إن أنت كنت ضيفتنا النهاردة في حلقتنا من قناتي ياسمين في اليوتيوب أخبار النجوم. متشكرة جدا يا أسرة. شكرا ليك، شكرا ليك، باي باي.